شعرك حلو والله يا هلا. في ايه ده انت شعرك بس ده للطبقات الراقيه، احنا عايزين شعر للناس التافهه الهايفه اللي بيداس على بقهم بالجزم دول. ايوه عارفهم الناس الحقيره. ايوه خد دي يلا. بلدي 100 كنافه جوه الصينيه محصوره، معذوره شطوره اموري. بص العصفوره اكلتني التطوري، تعال ناخد صوره. يلا يا سلام عليك وعلى شعرك، الله يلعن بيت شكلك. شكرا. ايه دي شعرك جميل قوي يا ولد. بقول لك ايه، انت المفروض تكتب لكبارات المغنيين. طب ما انا بكتب لكبارات المغنيين. اهدي مين بتكتب لمين؟ بكتب لعمرو دياب. عمرو دياب؟ اي لا وسعت منك ودلدقت ومالت الحته زروطتك. والله بكتب لعمرو دياب. والله وسعت. بتكتب له ايه؟ كتبت له الاغنيه اللي هي بتقول انا جرالي ايه جرالي ايه جرالي ايه. اه عارفها دي، عارفها. انا جرالي ايه، انا جرالي ايه جرالي ايه، انا جرالي ايه جرالي ايه جرالي ايه، انا جرالي ايه، انا جرالي ايه، انا جرالي ايه جرالي ايه، جرالي ايه، انا جرالي ايه جرالي ايه، جرالي ايه. الله اكبر. جرالي ايه؟ انت اتهبلت حبه بس، معلش. ايه ده؟ في ايه؟ انا اللي كتبتها له. آه. وعلى فكره اشتراها. ما هو من زنك. ما انت عملت جرالي ايه؟ ادي جرالي ايه؟ ادي ما هو لازم الراجل يتقرف منك وياخد الاغنيه. ما هو فيه اراخ. قعدت طول الليل اقول له جرالي ايه جرالي ايه، قال لي فيه ايه، قلت له خلاص يا عمرو ما حصلش حاجه، اهو ليل وعد ليل وعد ليل وعد وراح، ليل وعد ليل وعد وراح. خد الكبيره بقى. ايه عمرو جالي قال لي انا عاوز اغنيه جديده، قلت له انت تامرني. كان واقف هنا وانا واقف هنا. اه قلت له عمرو روح اقف هناك. راح قلت له انا ديك تعالى، انا ديك تعالى، انا ديك تعالى، تعالى بدارك يا اخويا، تعال تعال تعال، ما بنخافش يا عم، تعال تعال. في ايه؟ جه راح مشتريها على طول. ما انت عمال تزن على الراجل، تزن. ده انت شعرك من نوع المقرف يا ولد. بس بقول لك ايه، قولي. انت تعرف اني المفروض والله لو العمده اخليك ايمن بهجت قمر. اه بس انت مش العمدي. يلا ما حرام عليك، كان نفسي ابقى العمده والله. صعب تبقى العمدي. ليه صعب ابقى العمده يا راجل؟ ما تزعلش يا راجل. عاوز تبقى العمدي؟ اه اقول لك انا، انت تصحى بدري وتروح السجل المدني وتغير اسمك، تقول لهم انا مش عاوز ابقى اعرابي، هسمي نفسي عماد، وانا هدلعك. اقول لك ازيك يا عمدي، عامل ايه يا عمدي، رايح فين يا عمدي، جاي منين يا عمدي، جرالك ايه يا عمده، شفت جرالي ايه يا عمدي، شفت جرالي ايه، انا جرالي ايه، جرالي ايه يا عمده، انا جرالي ايه. اسمعك جرالي ايه؟ جرالك ايه؟ اسمعها لك؟ ما تقرفناش بقى. يا واد في ايه؟ اه جايبيننا هنا ليه؟ سلام عليك. انا مش عارف والله جايبيننا اللي جايبنا ليه يا شيخ البلد، طالما ما فيش في البلد غيرني. بس يا هلا شو هتعرف؟ شو هعرف؟ طب لو انت راجل املي يا عمدي. اهدي، ده بيهزاك يا شيخ البلد. لا ده انا هقومله اديله على بوز. هقومله وربنا لهقومله. لو انت راجل املي يا بقلص. بقلص؟ اه بيقول لي بقلص يا ماما نجوي. معلش ده انا هقوم اديك بالكتانيل اللي على بوزك. ايوه قوم له. هقوم له. قوم له وربنا لا قوم له. ما تقوم له. هقوم له. قوم له. انا هقوم له. قوم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. يا رب ارفع البلاء عني، سامحني واغفر لي لو عملت حاجه غلط، ما تعاقبنيش كده يا رب. يا شيخ البلد خلي عندك نخوة وقوم. هقوم له. ايوه قوم. قول يا شيخ البلد قوم. قوم. ده بيقول لي بوللو. ولا. قوم. ده انا هقوم اديك بالجزمة. ايه ايه ينفع العب معاك في شيخ البلد؟ يا شيخ البلد. تعال العب ياض بس ما تبوظوش. لا مش هبوظه والله. ما انا بقيت جبدوف في الكفر دي. صح ده انا. اهدي. انت بتتلكك بيا ولا ايه؟ تستوري عليا يا حاج. ايوه كده. ما تستوريش قوي، ما تستوريش قوي، يعني استوري بشويش. ما صحيح جرايه يا شيخ البلد، ما تقولي لنا عمده عايزنا في ايه. وربنا ما هنعرف دلوقتي، احنا لازم نقوم عشان نعرف. ايوه صح لازم نقوم. انا عندي حل لقعدتكم دي والله، بدل ما تقرفونا كل يوم. ايه انتوا بعد كده هتبقوا تقعدوا ونبني الدكه حواليك. نظرا بقى للكلاب دي احنا لازم نشوف حل. ايه احنا نجيب قالب زبده ونحطه بيناتنا ونسيحه، بحيث لما نيجي نقوم نتزفلك كلنا، يعني نتزفلك كده، نقوم نتزفلاتي. طب احنا دلوقتي هنقوم ازاي؟ هنقوم اكيد ربنا هينتعنا بالسلامه، هيسيبنا بالضيقه دي، اكيد ربنا هينجيني. طب ما تيجي نحاول. يا منجم المهالك يا رب. يلا يلا. واحد اتنين تلاته. اوبه تمام. حلوه صاحبه مايك اللي حملتيها دي يا حاج. حلوه. يبقى قدمي بقى في سوي وسينكي يو كان دانس. ايه بقى يا كلب البيرك؟ ايه عمال تهزقني وانا قاعد هنا؟ هديك بالجزمه دلوقتي.
بس ما هي كده بقى هزلت كده بقى، اي كلب معدي يدخل يقعد معانا. دي قاعدة كبارات البلد، ايه اللي جابك انت؟ يا رد يا رد رد عليا، وانت سامع السنافر كده رد عليا. انت هتفرقع. هو بيتكلم كل 20 سنة جملة؟ يا ما حدش يزعق لي، ما حدش يزعق لي في البلد دي، انتوا فاهمين؟ دي كابت، دي كابت معاك والله مجدود بقاله كتير. انت ايه اللي جابك هنا؟ ما حدش يزعق لي، ما حدش يزعق لي، ما حدش يزعق لك، فاهمين؟ واللي ما ينفعش معاكم غير الصوت العالي، ما ينفعش الواحد يقعد ساكت حبتين. يا عاد انت ربنا خد منك كل حاجة واداك في صوتك، في ايه؟ 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 عايزين من ايه؟ انت ابوك غسان مطر يا له. انت يوم ما تتكلم صوتك يعلى قوي. مفيش غيري بيتهزك في البلد دي ولا ايه؟ عايزين ايه؟ هتقعد هنا ماشي، الكلام اللي هيحصل هنا على الله يطلع بره هقتلك. ما حدش هيسمع حاجه، واضح من صوتك اللي ما حدش هيسمع حاجه. انت لو وشوشت واحد جنبك كل حد هيعرف اي حاجه. اقعد هنا اتلقى. انت شيخ غفر حمير. انا مش شيخ غفر، روح اتلقى. انا خارج لكم البلد كلها، ده انت عالك. وطي صوتك، وطي صوتك. اهدي انت ليه؟ اهدي بتزعق ليه؟ اهدي! ايه اللي بيحصل النهارده؟ وطي صوتك، في ناس بتذاكر فوق. احترم نفسك. وطي صوتك. بتزعق ليه؟ ليه بتزعق؟ مش نحترم نفسينا ونوطي صوتنا؟ في ناس بتذاكر. صوتك طالع لحد فوق. عايز تتكلم شغل الانتر كام. ليه تحت عندك؟ وطي صوتك. صوتك ما يعلاش. يهدي انزل لك السبت تجيب لي سجاير. يهدي توطي صوتك، فاهم ولا مش فاهم؟ ايه اللي جاب عمود السواري هنا؟ وطي صوتك. انا امشي من بلد كلاته. يا شيخ البلد، العمدة عايزنا في ايه؟ انا زهقت والله. هنعرف دلوقتي كل حاجه هيجي وهنعرف. انتوا مستعجلين اهو. عطيه جه يا عطيه، انده لنا العمدة بسرعه يا علي. وشك في الارض يا قريه، مع صاحب العصمه حضره العمده المفدي اللي بيفطر قبل ما يتغدى، مع صاحب الاغنيه ونجم العموديه، لا تقولي فاوس ولا جوب الشوافه، مع عمده ميت كنافه. هو اللي مأكلني، هو اللي مشربني، هو اللي ملبسني، هو زي ما انت. ايه يلا يلا يا باله، العمده جه. انا عايز النشيد الوطني ايه لميت كناف. عايزينها تبقى خضري الارض اللي في الصحراء، عايزينها تبقى خضري الارض اللي في الصحراء، ونقدم
يقدمها المصري هي حاجة جميلة ومعتبرة. هي ايه؟ الصحراء تبقى ايه؟ خضرة. هي ايه؟ الصحراء تبقى ايه؟ خضرة. هي ايه؟ الصحراء تبقى ايه؟ خضرة. هي ايه؟ صحراء تبقى ايه؟ خضرة. بلد هبلي دي العموديه دي حاجه صعبه قوي. ايوه انا مجمعكم النهارده عشان عايزكم حاجه مهمه قوي. ايه كل الناس جت؟ كله موجود اهو يا بلعوم. بقول امال المعلم زرزور فين؟ المعلم زرزور بلغته وزماناته على وصول. زماناته برجالاته يوم ورا يوم يبقى بشنبات ويكلم على قد حياته. يا بلد هبلة صدقوا تهز. ايه دي؟ ايه اللي جاب الواد هيني؟ ما تقول الموضوع يا بلوم ده الاول، وبعدين لما يجي بزرزور نبقى نقول يا ده اللي والدتك